إذا لمناقشة الأزمة التي يعيشها لبنان والتي يرجعها محللون إلى الفساد المستشي ودور حزب الله في هذه الأزمة، معنا هاتفيا من طرابلس الكاتب الصحفي اللبناني علي شندب. مرحبا بك أستاذ علي. إذن خبراء لبنانيون أكدوا أن حزب الله هو المسيطر الفعلي على القطاع المصرفي في البلاد، إذن أين الدولة والبرلمان والجهات الرقابية من هذه التصريحات؟ مساء الخير، تحياتي لكم ولمشاهدي قناة الرافدين. حياك الله. حزب الله يحاول السيطرة على القطاع المصرفي في لبنان، هو يسيطر الآن على مفاصل الدولة اللبنانية بالكامل، تمكن من إنتاج رئيس الجمهورية وأيضا رئيس الحكومة، إضافة لرئيس مجلس النواب ولكتلة نيابية وازنة. هو من يتحكم بالمفاصل السيادية والسياسية الرسمية للدولة اللبنانية. الأزمة الاقتصادية المستقلة في لبنان والتي تسببت في انطلاق ثورة 17 تشرين، التي سارت في المناسبة على إيقاع أو استولدت من رحم ثورة تشرين في العراق، هي بسبب نوع من المقايضة بين أطراف السلطة في لبنان. القوى السياسية في لبنان، منظومة الحكم الشريكة لحزب الله في الحكم، دخلت في عملية مقايضة مع حزب الله. عنوان المقايضة هو نغطي على سلاحك وتغطي على فسادنا. وفي هذا الإطار نشر الفساد وبقي سلاح حزب الله. الآن أصبح هناك مشكلة كعداء تعاني منها المنظومة السياسية اللبنانية، تهدد الكيان اللبناني اجتماعيا واقتصاديا نظرا لفقدان السيولة بالعملات الأجنبية ولارتفاع أسعار العملة، ارتفاع أسعار الدولار أمام العملة المحلية. يعني تعتقد أستاذ شندب، إذا سمحت لي، تعتقد أن هذه الأزمة الاقتصادية متعمدة، خصوصا بعد أن يعني حاولت الميليشيات أن تخرج أموالها، تسحبها من البنوك وبعد مضاربتها في بالدولار؟ يقول قادة حزب الله بمن فيهم حسن نصر الله بأنهم لا يملكون أموالا داخل المصارف اللبنانية، وبأن لهم منظومة مالية تقوم على مبدأ الكاش ماني والفريش ماني خارج إطار المصارف اللبنانية. ما أود قوله أن لبنان، السوق المالي في لبنان بشقيه، الرسمي والسوق السوداء، كل العملية المالية في لبنان باتت في السنوات الأخيرة بمثابة سوق سوداء لكل من سوريا والعراق وأيضا إيران، بالنظر للعقوبات المفروضة من الولايات المتحدة الأمريكية سواء على إيران وسواء على سوريا. وبهذا المعنى جفت السيولة في لبنان، لأن أيضا هناك تم مضاعفة المشتريات، وخاصة المشتريات النفطية في لبنان، لأن تم مضاعفة الفاتورة، لأن هناك العقوبات منعت سوريا من استيراد نفط، وأصبح النفط يستورد إلى سوريا خلال السنوات الماضية عبر الأسواق اللبنانية وعبر التمويلات من العملة اللبنانية. طيب، إذن هي منظومة متكاملة لمحور الممانعة، ساهمت في تقويض اقتصادات دول المحور، معطوفة على العقوبات بسبب سلوكات تصنف دوليا بالإرهابية. الآن أستاذ علي، يعني ألا تعتقد أن عودة تلك التظاهرات وهذا الحراك الشعبي في مدن معينة يعزز ربما فكرة انتفاضة واسعة للمدن تلك التي تعمد حزب الله وشركائه في السنوات الماضية في ظل غياب القيادة الممثلة لتلك المدن؟ في لبنان حدث هناك أمر جديد تمثل في الحراك أو الثورة. هذا الحراك والثورة هو حراك
شبيه جدا بالحراك العراقي وبالثورة العراقية، حراك مخترق للطوائف وللمذاهب وللتيارات السياسية، حراك عبر عن رفضه لمنظومة ميليشيا المال والسلطة والسلاح المتحكمة في عنق الدولة اللبنانية والمجتمع اللبناني والاقتصاد اللبناني. الكلام عن مدن بعينها يعني الفقر والإفقار والجوع ساوى بين غالبية المدن، حتى بيئة حزب الله التي ظن البعض أنها مترفة ماليا لأن لديها مداخيل كما أسلفنا من خارج المصارف اللبنانية، تبين بأنها أيضا شرائح منها نزلت إلى الشارع وتظاهرت ورفعت صوتها ضد الجوع وضد الطبقة السياسية الحاكمة. وعندما نقول الطبقة السياسية الحاكمة فحزب الله عدا عن أنه الحاكم الأعلى هو جزء من هذه الطبقة السياسية، وأيضا عبر عن ذلك بوضوح أكبر الشعار الخطير الذي رفع في لبنان وهو شعار كل يعني كل، أي جميع الأحزاب والساسة بدون استثناء. شكرا جزيلا لك سيد علي شندب الصحفي اللبناني والكاتب من طرابلس اللبنانية.